السلام عليكم كبيدات، نتمنى هاد لا فيديو يلقاكم على احسن ما يرام. كما كتشوفوا خوتي حبابي، اليوم ان شاء الله حضرت لاطه ديال الحوت. صراحه كتجي زوينه ولذيذه بواحد الشرموله. ما نقولش لكم البنات كتجي غزاله، وكنقول لكم البنات جربوها صدقوني النتيجه هائله، وحتى السمك من الداخل تيكون رطب وبنين، يعني داخله لقامه والخضره هكا. وبالنسبه لهاد اللطار كتجي في هذيك البنه ديال الشوا، وحيت غادي نشويو الخضره، وكتجي حتى الشرموله هكا زوينه بواحد التتبيله رائعه. تبعوا الفيديو حتى الاخير، ما تنساوش لي لايك البنات، راه ما كديروش لي لايك كنتمنى ديروا لي لايك باش الفيديو هكا يتشاف. وغادي نبداو على بركه الله. بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجو، عندي هنا واحد السمك حوته كبيره، يعني كتكون وزنها تقريبا واحد كيلو غرام. بالنسبه للحوت كيبقى اختياري، يعني انتوما شنو عندكم كيتواجد. وعندي هنا البطاطا قطعتها هكا شرائح وسلقتها نص سلقه، غير كيبدا هكا كيغلي الماء صافي كنحيدها. وقطعت الحامض طرونش، عندي فلفله هنا حمراء وفلفله خضراء مشويين ومقطعين بهذه الطريقه، كيجيو لذاد البنات في هاد اللاطه ديال الفران، وكيجيو لذاد مع الحوت. وعندي هنا فلفله، يعني فلفله وحده ما مشوياش، مقطعتها هي هكاك شرائح. وعندي دنجاله كبيره حتى هي شويتها البنات ونقيتها وقطعتها بهذا الشكل، كيجي لذيذ دنجال في اللاطه البنات صدقوني. جربوه بهذه الطريقه غينال الرضا ديالكم وما غاديش تبقاو تستغناو عليه. وعندي هنا واحد الحبه ديال مطيشه حتى هي مقطعه طرونش، وغادي ندوزو باش نقادو الشرموله. بالنسبه للشرموله البنات مشالي واحد شويه ديال لا فيديو، المهم غادي نقول لكم المكونات. عندي مطيشه كبير معلقه كبيره ديال مطيشه الحك، وعندي واحد جوج ورقات ديال سيدنا موسى، ومعلقه صغيره ديال الكمون، واحد ثلاثه الفصوص ديال الثومه مقطعين، جوج معالق ديال الربيع والمعدنوس مقطعين، معلقه صغيره ديال البزار ما تكونش عامره، وواحد المعلقه ديال التحميره البنات، والزيت البلديه، والملحه دائما كتبقى على حسب الذوق. وغادي نعصروا فيها الحامض، تقريبا واحد نص حامضه غادي نعصرها باش كيجي داك الحوت مشرمل وفيه ديك البنه ديال الحامض. دائما البنات الحامض كيتواتى مع الحوت. بالنسبه لهاد الشرموله البنات كتجي لذيذه وزوينه، جربوها البنات صدقوني ما غاديش تبقاو تستغناو عليها، كتجي زوينه. وغادي نخلطوا الشرموله مزيان حتى كنحصلوا على هاد الكريمه بهاد الشكل. وغادي ندوزو باش نشرملو السمك. بالنسبه للحوت دائما تيبقى على حساب عدد الاشخاص، غادي نقطعها هكا من الوسط، غير غادي نحلها باش ندخل هكا الشرموله لداخل في وسط الحوت كما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه. غير هو هاد السمك البنات كيجي زوين، وحتى اللحم ديالو حتى هو زوين من الداخل. وبالنسبه للثمن ديالو حتى هو كيكون مزيان، ماشي بحال داك السمك الاخر كيكون شي شويه زايد في الثمن. وهاد الحوته وقيلا سميتها هذا الشرغو، وقيلا هادشي اللي كثروا علينا هاد الاسماء ديال الحوت. وغادي نبدا ندخل هكا في الشرموله لداخل، ندخلوا الوسط ديال السمك باش كيجي حتى من الداخل مشرمل وزوين. وما نساوش حتى الراس ديال السمكه، يعني السمكه كلها نحاولوا ندهنوها بهاد الكريمه
يعني من جوج البلايص. وغادي نستمر بنفس الطريقة حتى نغطي السمك كامل بالشرمولة. وغادي ندوزو باش نصيبو هكا المول اللي غادي ندخلو الفران. انا اختاريت هذا دائري، ممكن ديرو اي حاجة. وغادي نبدا نستف هكا في شرائح ديال البطاطا، نحاول نغطي ليها، نفرشها كاملة من التحت. وغادي نستمر بنفس الطريقة. وغادي نكب شوية ديال الشرمولة على البطاطا باش الخضرة كلها البنات تجي شاربة ديك الشرمولة ديال الحوت وتجي لذيذة. وغادي ندوز باش نكمل هكا الخضرة. وغادي ندير هنا الدنجال من بعد ما شويتو قطعتو بهذه الطريقة. يعني بالنسبة للتستاف ديال الخضرة البنات كيبقى هكا عشوائي، ممكن تستفو بطريقة عادية وصافي. المهم نحطو الخضيرة هكا هي لتحت والحوت دائما نخليه هو الفوق. وغادي نقادو هكا الوجه ديال الحوتة. غادي ندير هنا بالنسبة للفلفلة، هادي اللي ما مقطع اللي ما مشوياش البنات، غادي نديرها هكا. كيجي هذاك المنظر ديال ديك اللاطه ما نقولش لكم، كيجي زوين هكا الخضوره ديال الفلفله وديال والحمراء بالخضر وبالحمر وهكا البطاطا. والصراحه كيجي داك الشيء زوين، المنظر ديالها وحتى اللذه ديالها كتجي زوينه. وغندير هنا فلفله حتى هي المشويه. وغندير نحط هكا المطيشه. لاطا زوينه البنات وتبارك الله المغربيات كلهم تيطيبوا وكيعرفوا هاد اللاطا، يعني كتبقى اختياريه. المهم انا شاركت معكم الغديوه ديالي وكنتمنى حبابي تشجعوني بلي لايك باش نستمر ولي كومونتير اللي زوينين. وفي الاخر كاع البنات غادي نكب هكا ديك الشرموله، نزيد فيها واحد نص كاس ديال الماء ونخلطها هكا مزيان ونحاول هكا نكبها من الفوق. باش الخضره كلها تجي مشرمله وتجي لذيذه. وهذه هي اللاطه البنات كما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل هكا. غادي ندخلها للفران اللي ديجا مسخن، سخنته على درجه من بعد ما مرات 45 دقيقه خرجتها من الفران. كما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل هذا، هي دابا طيبه وجات لذيذه البنات، الشكل ديالها كيشهي. كانت هذه هي الوصفه ديال اليوم. كما كتشوفوا السمك من الداخل كيفاش كيجي، كيجي زوين البنات وكيجي لذيذ. كنتمنى تجربوا هاد الوصفه وهاد الطريقه ديال الشرموله، بصراحه غادي تعجبكم.
ما تنساوش لي لايك والدعم ديالكم ولي كومونتير باش يوصلكم كل جديد ديال القناة ديالي. تنقول لكم عيد مبارك سعيد على الجميع، الله يدخلوا عليكم بالصحة والسلامة وبكل ما تمنيتوا إن شاء الله.